أنا جائعة لكنني حصلت على بيتزا واحدة فقط. أنا آسفة جدا لك، لكن هذا رائع، لدي الكثير من البيتزا. الكثير؟ لم ترب وجهي بعد. انظري، يوجد الكثير من البيتزا لدرجة أنها تصل إلى السماء. ديانا ستبدأ لأنها الأقل حظا. هذا يكفي، هذا ليس مضحكا على الإطلاق. أعلم بدونك أنني سوف آكل وأنا سعيدة جدا، على الرغم من أنني لا أملك سوى بيتزا واحدة، إلا أنها لذيذة ودافئة للغاية. انظروا إلى الجبن وهو يمتد، جميل. هاي، أكثر دقة، انظري أين ترمين القمامة. ما هو الفرق؟ الشيء الرئيسي هو أن مذاقها جيد بالنسبة لي. توقفي، هذا يكفي، لقد تعبت منك بالفعل. سأرمي القشور عليك، خذي هذا. أنت مضحكة للغاية، لا أحد يلمسني. بالمناسبة حان الوقت لأكل بيتزا. نعم، ديانا كانت على حق، البيتزا رائعة. فكرة، أعرف كيف أتناولها بشكل مريح بحيث لا تتسخ يدي. يمكنني لفها كاللفة. الآن إنها لذيذة ومريحة. جميلة لذيذة. انظروا، الآن سأريكم كيف يمكنني أكل البيتزا بسرعة. واو، كيف هذا؟ إنه مذهل جدا. لم أعتقد أبدا أن هذا القدر من البيتزا يمكن أن يلائم فم شخص ما. بالطبع، طريقة سريعة. أوبس، يبدو أن الأمور لم تسر وفق الخطة. ماذا نفعل الآن؟ هيا، ما الذي يقلقك؟ الآن أصبحت كل البيتزا لنا، يمكننا الاستمتاع بها. أين البيتزا الخاصة بي؟ ألا تخجلوا؟ لقد سرقتهم بكل وقاحة. لصوص، لا تصرخي علينا، كنا جائعين. لقد حان الوقت لتناول البيتزا، كنت أنتظر لفترة طويلة. يا له من سقوط. هذا هو، لكن البرج ليس بسيطا، لكنه لذيذ جدا. بقي السجن. حبة تيك تاك واحدة. لدي صندوق كامل. انظروا ماذا لدى ديانا. نعم، انظروا إلى كل ما لدي. إنه ليس مجرد صندوق، إنه علبة عملاقة من تيك تاك، رائعة جدا. لكن ليلي تأكل أولا. أنا أعرف، الحلوى الخاصة بي بنكهة الكوكاكولا، أنا حقا أحبها. لذيذ جدا لكنها قليلة. ماري، حان دورك الآن. هاي، أنا مستعدة دائما لأكل شيئا لذيذا. ما هذا؟ لماذا لا أحصل على الحلويات؟ هيا بسرعة إلى فمي. ماري فقدت كل حلوياتها. لا مشكلة، قد تكون مبعثرة عبر المائدة، لكن لا يزال من الممكن أكلها أو امتصاصها من خلال القشة. شبعت. ديانا، بقيت أنت. أخيرا حان دوري لأكل كل هذه اللذاذة. تبدو لذيذة. نعم لذيذة، شاركي معنا. شارك؟ لا، إنها لذيذة لدرجة أنني سأكلها بنفسي بكل سرور. اللعنة. بالضبط، لدي فكرة عن كيفية سرقة الحلوى. إذا وصلت من هذا الجانب فهي بالتأكيد لن تلاحظ. ماري، ضع يدك هنا، سوف نأكل التيك تاك. مهلا، من أين لك هذا؟ هذه حلوتي. استعدوا لبعض النيران من بندقيتي. خذي هذا. هذا يكفي، قفي، نتوسل إليك، يكفي. ستعرفون كيف تسرقون حلوتي. إنها تقصفنا بالحلوى. هذه رصاصة لذيذة.
يمكننا التقاطها بفمنا وتناولها. هذه فقط فكرة رائعة. خذوا هذا. أعتقد أنني نفدت من الخراطيش تماما وليس لدي ما أكله، لكننا ممتلئون. واو، من يحتاج إلى الكثير من الثوم؟ أوافقك، لا أعرف أبدا. لن يحالفكم الحظ يا فتيات، أنا لدي قطعة واحدة. أنت أول من سيأكل. وماذا في ذلك؟ سأتعامل معها بسرعة، سأقشرها وإلا فلن يكون من الممتع تناولها. طريقة رائعة للتقشير، ما رأيكم؟ الآن بقي من الرائع أكلها. لا، لا أريد أكل هذه الأشياء. يجب أن تكوني قد رأيتي وجهك المتجعد. هل تعرفين ما الذي يمكن أن يساعدك؟ عصارة الثوم. بمساعدتها لن يبدو تناول الثوم مزعجا. هيا ليلي، افتحي فمك، سأساعدك وأعصر الثوم هناك. لا شكرا، سأفعل ذلك بنفسي. افتحي فمك جيدا، سأساعدك. ما رأيك؟ هل هو لذيذ؟ هل أعجبك الثوم؟ لا، إنه فظيع. لم يسبق لي تذوق أشياء أسوأ في حياتي. أنا آسفة. يا لها من رائحة كريهة. ليلي، حتى لا تكون رائحة فمك مثل المجاري، خذي علكة. شكرا، أنا بالتأكيد لن أمانع بالعلكة. لقد ساعدت. الآن لا يبدو أنني أكلت الثوم. أنت محظوظة، لقد أكلت الثوم بالفعل. لابد لي من ذلك الآن. على الرغم، لماذا؟ إنه جميل جدا. سيكون أكثر روعة إذا وضعته حول رقبتي وارتديته كزينة. لا حقا، حسب القواعد عليك أن تأكليه. شهية طيبة. كنت أتمنى أن تنجح فكرة العقد، وأنت غاضبة جدا ديانا. لكن لدي فكرة أفضل. لتقشير الثوم سريعا وبشكل دقيق، يجب أن أضعه في كوب وأرجه جيدا. ثم سأتخلص من كل القشور، ويمكن أن تؤكل الرؤوس بأمان. كمان! أجل ليلي، أوافقك، الثوم غير سهل للغاية. أشعر وكأنني أكلت سلة مهملات. وتنبعث منك رائحة كريهة في كل الغرفة الآن. لكن لا بأس، أعرف كيف أتعامل مع هذا بسرعة. سوف يساعدنا معطر الجو. لن يفيد شيء حتى تختفي الرائحة من فمك. اللعنة، والآن ماذا يمكنني أن أفعل؟ إذا كانت هذه رائحة أنفاسك، فأنت بحاجة إلى رشها بالمعطر. أها، خذي هذا. يبدو أن العلبة انتهت. حسناً، اختفت الرائحة. بالضبط، لا رائحة، على الرغم من أن طعمه سيء جدا. ديانا، حان دورك الآن لتناول الثوم. يا فتيات، أتوسل إليكم، لا يمكنني أكل هذه المجموعة الكاملة. ممنوع، هيا كلي، نحن نؤمن بك. أتمنى ألا أمرض. مع ذلك أنا فتاة قوية، يمكنني تحمل بضع فصوصا من الثوم. واو، إنها تأكله بشكل كامل مع القشور. بقي القليل، لابد لي من التعامل معه. أكثر دقة، أنت ترمي علينا. لا أهتم، كل ما يهمني أن رائحة فمي مثل سلة المهملات. إيوه، الرائحة كريهة، لكنني أعرف ماذا سيساعدنا. إذا حجبنا مصدر هذه الرائحة الكريهة، سنتخلص منها من الغرفة. ليس لدي شيء لأتنفسه، ساعدوني، أنقذوني. أتمنى أن تكون على قيد الحياة. بالطبع على قيد الحياة، لقد أغمي عليها للتو من الرائحة الكريهة. كل شيء على ما يرام معي، أنا حية، أنا جيدة. حسناً، لدي مصاصة واحدة فقط، أنا لا أحب ذلك على الإطلاق. أنا محظوظ بمصاصة أكبر، ممتاز. أليكس، فقط انظر إلى نصيبي، لا شيء مقارنة بك. واو، لا أصدق عيني، لم أرى قط الكثير من المصاصات هكذا. لنبدأ بالأصغر. حسناً، لا أمانع، فقط سأزيل الغلاف.
حتى الآن أنت لا تبلين بلاءً حسناً. لن أستسلم، توقفوا عن الضحك. أولا كسرت المصاصة، لم أكن أعتقد أن هذا ممكناً. المهم أن الكراميل سليم، لست بحاجة لذلك. إنه لذيذ رائع. واو كم انتهيت بسرعة. الآن أليكس. مذهل، حان الوقت لتجديد نشاطي. انظروا كم بسهولة أنزع الغلاف. واو الكثير لأتعلمه منك. يكفي إضاعة وقت، أريد أكل كل شيء دفعة واحدة. بماذا تفكر يا أليكس؟ لا تخافوا، أريد فقط أن أطحن الكراميل. انظروا هذا ينجح، لم يتبقى سوى القليل جدا. رائع كم أنا قوي. توقف أليكس، نحن خائفون. هذا كل شيء، لقد انتهيت بالفعل. الآن أنا بحاجة إلى صب الكراميل في وعاء. واو كم يوجد، فكرة رائعة حقا. أحتاج إلى مصاصة واحدة هنا، يمكن غمسها في مسحوق الكراميل وتناولها. مريح جدا. للأسف إنها انتهت بسرعة. الآن علي فقط وضع الفتات في فمي. حسنا هذا جيد أيضا. كم هو لذيذ، لا أريد التوقف. كيف سعى كل شيء في فمك؟ ميلا أنت الآن. أنا بحاجة إلى مكنسة كهربائية. قومي بإيقافها حالا. أوبس آسفة، لقد أشرت بها بطريق الخطأ عليكم. أريدها أن تزيل الأغلفة هكذا. فكرة رائعة. أنا أحب ذلك أيضا. الآن يمكنني أكل المصاصات دون أي عقبات. كيف تضع كل هذا في فمك؟ واو أخشى أنه سينتهي بشكل سيء. ويبدو أنك على حق يا أليكس، المصاصات عالقون، لا أستطيع أن أفعل أي شيء. فليكن، سوف نساعدك. تمسكي جيدا. أحذر أن أتألم. أوه ما هذا، إنه فك ميلا. يا له من كابوس. لا بأس، لقد أعدته بالفعل. ما هذا، لا أستطيع حتى أن أرى، تبدو مثل حبة ذرة. ربما أنت على حق، لدي العديد منهم، ليس لها رائحة على الإطلاق. لم تفهم بعد، الفشار مصنوع من هذه الحبوب. لكن أنا لا أستطيع، نحن بحاجة إلى التفكير بشيء ما. لدي فكرة، ماذا لو قدمتها فقط؟ لا إنها قاسية جدا. علي التفكير في شيء ما. سوف تساعدني مكواة فرد الشعر، لديها قوة كافية لطهي حبة واحدة. هل هذا ينجح؟ أخبرينا. أعتقد أنه سيمضي وقت طويل لنلعب أليكس أو ننام. جولي محقة، وقت طويل. لقد نجحت، رائع. يا رفاق انظروا كم هذا لطيف. أحسنت، لقد آمنا بك يا ميلا. أتمنى ألا أنتظر عبثا. نعم هذا شهيق. الآن أنت يا أليكس. أحتاج إلى شيء أكبر من مكواة فرد الشعر لأصنع نصيبي. أعتقد أن المكواة هي مناسبة. لست متأكدة مما إذا كان هذا سينجح. طريقتك أيضا جعلتنا نشك. واو لقد نجحت، هذا سريع جدا. لقد فاجأتنا يا أليكس. لا أحرقت يدي، كم هذا حار. في بعض الأحيان أنت غير حذر إطلاقا. آمل أن يساعدني الفشار على أبعاد ذهني عن هذه المتاعب والآلام. مذهل لذيذ. كيف يمكنني تحضير هذا الجزء الكبير؟ لدي فكرة. ما هذا؟ ماكينة لصنع الفشار، ألم تروها من قبل؟ الآن سأخبركم بكيفية استخدامها. أولاً نضع الحبوب في الداخل هكذا. في الوقت الحالي هذا يكفي. انظروا كيف تعمل، الفشار جاهز. أمر لا يصدق، أعجوبة حقيقية للتكنولوجيا. أعتقد أنه يمكنني إضافة المزيد من الحبوب، كان جزءا صغيرا جدا. هذه مسألة مختلفة. رائع، طاولتنا مغطاة بالفشار. وهناك عدد قليل من الحبوب المتبقية، سأستخدمهم جميعا. يبدو أن آلتك خارجة عن السيطرة، بل هذا أفضل. هل هذا سرطان حقيقي؟ يبدو مخيف، أنا خائفة من لمسه. مرعب.
لديك سرطان واحد، انظري إلى طبقي. على الرغم من أنني أنا لا أخاف، هذا جراد البحر ليس خطير على الإطلاق. لن أكون متأكد، لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكنني التعامل مع هذا الجزء الضخم. ميلا أبدأي أولا. حسنا، شكرا أليكس، أنت صديق حقيقي، أنت تعرف كيف تدعم في الأوقات الصعبة. لا يبدو سيء كما أعتقد. حقا؟ نعم، حتى أنني أحب هذا الطعم. أنا مستعدة لأكل السرطان كله. لذيذ، لم أتوقع أن يعجبني. لأكون صادقا، أنا مندهش قليلا. لقد كان لذيذ. ميلا، من الأفضل أن تغسلي أسنانك بفرشاة بعد هذه الوجبة. أوبس، هذا محرج. لا تقلقي، يمكن أن يحدث مع أي شخص. آمل أن أتمكن من التعامل مع نصيبي أيضا. حسنا، لنبدأ بهذا الصغير. سأحاول قضم قطعة على الأقل. غريب، بدا لي أنه حي. الأفضل أن أخذ واحدا آخر. إنه الأمر جيد أن لدي الكثير من الاختيارات، لكن أولا سأتخلص من كل شيء زائد. جولي، أنا لا أتعرف عليك، ماذا تفعلي؟ لا شيء، أمور تافهة، أنا فقط بحاجة إلى تقشيرهم. هذا ليس عذرا، انظري إلى ماذا فعلت بنا. آسفة يا شباب، لم أقصد. حسنا، جربيه الآن. كانت ميلا على حق، إنه حقا لذيذ. من المؤسف أنني لم أحصل على الحصة الأكبر، أنا أحب أكله. لقد استعدت شهيتي. رائع، لسوء الحظ ميلا لم يتبقى أي شيء لدي. الآن حان دور أليكس. لقد قدمتم لي مثالا رائعا، أنا الآن جاهز لتجربتها أيضا. ممتاز، شهي حقا. هل يمكنني أخذ البعض منك؟ لا، لقد أكلتم بالفعل حصصكم. حسنا، أردنا سرطانا واحدا على الأقل. يكفي قلت، لا تمنعونني من الاستمتاع. لذيذ. نحن جائعون جدا، ضيفنا من فضلك. أعتقد أن هذا يكفي. مضحك للغاية، بخيل، سوف نتذكرها لك. هيا لا تغضبوا، كنت أمزح وحسب. أولا، السرطان حي. يا أمي أنا خائف. صغيري كيف أتيت إلى هنا؟ هاي، هل كل شيء على ما يرام؟ ساعدوني، لقد عد إصبعي، قموا بعمل شيء ما. لا ترميه علي، كم هذا مؤلم. تستحق ذلك يا أليكس. تخيلي ماذا قاله لي. انظري، لم تغلق الخزانة، دعنا نكتشف ماذا يوجد. يبدو وكأنه نوع من الخزائن، يجب أن يكون بداخلها شيئا ذو قيمة كبيرة. لنرى. لا، قفوا. أين نحن؟ يبدو أنه حان وقت التحدي. سأفتح خزانتي أولا، إنها تبتسم لي. واو، كومة كبيرة من البوب إيت المشرقة. هذا عظيم. واو، نعم، ليس هناك كلمات. حان الوقت للضغط عليهم وتهدئة الأعصاب. غريب، لماذا هم ناعمون جدا؟ ورائحتهم لذيذة. بالضبط، إنهم حلوى سكرية. حلوى، أنت محظوظة. نعم، لا يزال هناك الكثير منهم. أستطيع أن أكل كل شيء دفعة واحدة. من الصعب جدا التوقف. إنها لذيذة. يبدو أنها تركت واحدة، ربما هي لنا، لنجرب. حسنا، هيا، إنها ملكي. أوه، كم هذا مؤلم. حان الوقت لمعرفة ما ينتظرني. حسنا، يبدو أنه شيء ناعم للغاية. أوه، هذا دود حي، لن أكلهم، لا أرغب في ذلك، هم مرعبون. انتهى الأمر، لا تقلقي، لقد طاروا بعيدا. لكنهم طاروا علي الآن، ساعدوني، يريدون أن يأكلوني. أعتقد أن هذا سيساعدنا هنا. سوف يأكل كل ديدان على الفور، حتى أولئك الذين يصنعون شاربا على وجهك. كم هذا مضحك، لكنني سأبعده عنك أيضا. لماذا وضعت شفتك؟
بحاجة لامتصاص الدودة بطريقة ما. انتهيت، كل شيء جاهز؟ نعم، انتهى الأمر الآن. شفا هديانا جاهزة أيضاً. هل تمزحي معي؟ إذن لماذا لا تتذوقي كل هذه الديدان الرائعة؟ أحصلي عليهم. أوه، هم في داخلي الآن. ماذا أفعل؟ هذا مقرف. حسناً، لا تصرخي. من الأفضل أن تري ماذا يوجد في خزنتك. كمان! هناك جرعة تنتظرني في الخزنة. أتمنى ألا أتحول إلى ضفدع أو دودة. عجيب، حتى الآن لا أشعر بأي شيء على الإطلاق. كل شيء كما كان سابقا. هذا غريب. أو لا، ماذا يحدث لي؟ يا بنات ساعدوني، يبدو أنها جرعة التقلص. أنا الآن بحجم اليد. حسنا، سأعيدك. انظروا، يا لها من لطافة. أو أنت، هل ما زلت تعضين؟ أوه، هذا مؤلم. حسنا، لا مشكلة، سأتعامل معك على أي حال أيتها الفتاة الصغيرة. ستقاتلين ثعبانا حقيقيا. أتعتقدين أنني خائفة منه؟ نعم، سأتخلص من هذا العدو في لمح البصر. أتساءل من سيفوز. لم يعرف بعد، لكنني أعتقد أن الدودة أقوى. أيها الفيروس المتنقل. نعم، لقد انتصرت عليه بالفعل. خذ هذا، إنه لك. واو، لقد فازت حقا. ما رأيكم؟ لقد كانت معركة رائعة. هذه المرة لدي شيء لذيذ، إذن سأفتح خزنتي أولا. واو، هذا كوكتيل مع مارس، أنا أحبه. ما الذي أنتظره؟ حان وقت الشرب. لماذا لا يتدفق؟ زجاجة غبية. أوه، أنت لا تفهمي. اسمعي، دعيني أوضح لك كيف تشربي. أنت؟ طبعا. لن أعطيك الكوكتيل، إنه لي ويمكنني أن أشرب بدونك. كم أنت جشعة وبخيلة، لكن لن أهتم، سألقنك درسا. ستعرفين كيف لا تشاركي مع أصدقائك. ماذا فعلت؟ أنا الآن مبللة تماما. كان بإمكاني شرب الزجاجة بأكملها. أعتقدت أننا أصدقاء. توقفي عن النحيب ديانا، افتحي خزنتك. ماذا؟ سمكة؟ أوه لا، من الجيد أنها ليست لنا، لكن لا يزال عليك أكلها. هذه هي قواعد. أعلم بدونك. لأجرب الآن. مريع. لا، هذا فوق قوتي، لن يعمل، لن أكله. إنها القواعد، هي كلي. حسنا، اقتنعت. أنا بحاجة إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن. إيو، يا له من مقرف. إيو، ما هذا الحسك؟ أبعده عني. ويكفي ضحك. هيا ماري، افتحي خزنتك. نعم، بكل سرور. ما هذا؟ نوع من حلوى الاسكتلز. أنا أحبهم بالطبع، لكن لماذا هم قليلون جدا؟ طعمها مثل العادي، مجرد حلوى رائعة. بشكل عام أنا راضية. يبدو أن هذه الحلويات تنمو الآن علي. كم هذا رائع. صحيح، لنجربها. تفضلي. واو، انظري، أنا الآن جميلة جدا أيضا. ديانا، هل تريدين؟ لا شكرا، أنا لا أكل البثور. مرة أخرى، سأكون أول من يفتح الخزنة. أعتقد أن الجميع يوافق على ذلك. هذا ما أفهمه، هدية. لا يوجد الكثير من أجهزة الآيفون، ويا لها من صور جميلة ستظهر عليه. مشهد رائع. أنا أريد أيضا. أعطني بعض الصور. لا، اذهبي بعيدا، لا تفسدي صوري. أعطني، أنا أريد أيضا. يا فتيات توقفوا، أعطوني إياه. بينما تقرروا سألعب الآن.
كيف تجرؤين؟ أعطني إياه، إنه لي. ماذا فعلتِ؟ هاتفي الجديد. أوبس، يبدو أنه ليس في أفضل حالته. هذا كله خطأك. ماذا فعلتم؟ ليس لدي الآن هاتف، هذا مكسور. ما دمت تحملين ذلك سأفتح خزنتي. غريب، هل هو فارغ؟ دعونا نرى ماذا يوجد. أو لا، ضفدع. أنا أخاف منه، ساعدوني. أبعد هذا المقرف عن رأسي. لست بحاجة إلى هذا الحيوان أيضاً، هيا ابتعد عني. أو لا، ابتعد. ماذا لو كان أميرا مسحور؟ ثم سأصبح أميرة حقيقية. أحتاج إلى التحقق من ذلك. وكيف هو الأمير؟ غير مضحك، لقد تحققت بالفعل. حسناً، تحققي أفضل. في غضون ذلك سأرى ماذا يوجد في خزنتي. آها، نوع من القبعات غير المفهومة. ماذا أفعل بك أيها الضفدع؟ لا أريد أن أزعجك، لكن يبدو أن ضفدعك تحول إلى تمثال. تمثال؟ عجيب، لماذا لونه بني؟ آها، بالضبط، إنه شوكولاتة. نعم، ليس فقط شوكولاتة، ولكن شوكولاتة رائعة ولذيذة. اسمعي، ربما تستطيع وضع الآيفون في قبعتك. هيا لنكتشف. لقد نجح، كم هو جميل. الآن لدي هاتف آيفون من الشوكولاتة، بالإضافة إلى أنه لذيذ جدا. إذن القبعة ليست عديمة الفائدة، لكن هل يمكنني ارتداؤها؟ يبدو أن كل شيء على ما يرام. يا إلهي، أنت وأنا الآن لدينا شوكولاتة من ماري. دعينا نأكل أصابعها. لا، لن نسخر منها. دعينا فقط نخلع قبعتها، ثم ستعود على ما كانت عليه. لنجرب. شكرا، لقد قمتم بإنقاذي. اعتقدت أنني سأبقى شوكولاتة إلى الأبد. هذه المرة اللذاذة تنتظرني. آمل أن يكون شيئا لذيذا. نوتيلا، أنا أعشقها. أريد أن أكل العلبة كلها. آسفة، أراد الغطاء نفسه أن يجلس على رأسك مباشرة. مهلا، هذا لا يعني أنه يجب أن يكون على وجهي. هيا لا تنزعجي، أنا فقط سعيدة بشأن الضيافة القادمة. أنا متأكدة من أنها لذيذة. كنت على حق، ألذ مما كنت أتخيل. أنا أيضا أريد. أنت تريدين، لكنه لي، خذي هذا. ومع ذلك هناك قطرة على أنفي. رائع. على أنفك، لكن يدي كلها بالنوتيلا. نعم، نحن نرى، أنت كلك في النوتيلا. يبدو أننا الآن بحاجة إلى التعمق أكثر وأكثر. أولا، يدي عالقة. لأنك شرهة، يجب أن تأكلي أقل. سيكون من الأفضل عدم الضحك، ولكن مساعدتي. هيا كلاريسا، ساعديني اسحبي العلبة. لنجرب، دعونا نستطيع فعل ذلك. هيا سحب، شد. هناك الكثير من النوتيلا الآن. دعينا نأكل كل شيء بسرعة. أنا بخير، لا تقلقوا علي، أنا على قيد الحياة. هل أكلتم كل شيء؟ حقا؟ هناك المزيد من الشوكولاتة، يمكنني أن أكله مباشرة من يدي. بينما تأكلين سأكتشف ماذا ينتظرني. شيء كريه الرائحة. أو لا، هذا جبن. كلا، لسوء الحظ هذا هو. لا أريد أن أكله، ارحموني. تحدثي أقل وكلي أكثر. هيا. قرف، جنون.
نعم، يبدو الأمر مثير للإشمئزاز فقط. هذا صحيح، لا أستطيع ابتلاعه، إنه جدا 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 لقد انتهى التأثير، رائع. أجل، رائع، الآن سنكتشف ماذا ينتظرني. يبدو أن الوقت قد حلنا.